جثة التاريخ اللبناني ستشرح على المسرح ليصبح لدينا مسرح وطني، عرض مسرحي لفرقة زقاق يحاول أفرادها معالجة إشكالية التاريخ انطلاقا من ذاكرة شعبية حاضنة للكثير من التفاصيل المخبأة، وهي ليست إلا تاريخنا غير المدون. قررنا نشتغل على 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 جثة مش معروف هيدا الجسة مين هي، بس هي بنفس الوقت تحمل القصة كلها تبع كل تاريخ هيدا البلد. طلنا الموضوع التاريخ من إشكاليتين الضحية والشهيد، فمنلاقي هيدي الجدلية موجودة بالعرض، ومن خلال هالجدلية قدرنا نسرد عدة أحداث صارت بتاريخ لبنان. خلال أكثر من 50 عرضاً لمسرحية مسرح وطني، جمعت الفرقة قصصاً روى فيها مواطنون لأحداث عايشوها من تاريخ لبنان، لتنتج هذه القصص عملاً مسرحياً آخر هو جنة جنة جنة. بجنة لقينا حالنا عم نروح على شيء أكثر عاطفة، بيجرب يخبر هيدا العرض كمان قصة التاريخ تبعنا، بس هالمرة من خلال ثلاث نساء وبس نساء، يعني بيجرب يخبر التاريخ من خلال المرأة. هذان العرضان يعبران نوعا ما عن ماهية فرقة الزقاق، فعناصر هذه الفرقة يرون في المسرح أسلوب حياة وخيارا سياسيا وإيمانا بالعمل الجماعي خارج الإطارات الحزبية والطائفية. قررنا من بدايتنا نكسر المركزية الثقافية بالمدينة، وقررنا نتوجه على المناطق أكثر، بحط المسرح كأساس لغة نتواصل فيه مع الناس ونطلع منه بـ 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 بإشكاليات جديدة وطروحات جديدة. مع فرقة زقاق ستكتشف ربما أن التاريخ لا يعيد نفسه فحسب، بل لا يزال يعيش في داخلنا ليكون هو ركيزة حاضرنا.